بداية أسبوع جديد وجولة صباحية بتتجدد معكم مشاهدي أورينت نيوز لليوم السبت 11 تشرين الأول. صباح الخير لكل اللي انضموا إلنا. الصحة النفسية وفقر الطبخ بانتظاركم، خليكن معنا لنشوف العناوين. الصحة النفسية وأهميتها وانعكاسها على المجتمع ضرورة لابد منها، نناقش هذا الموضوع في أول محاور من جولة اليوم. من الريحانية احتفالية فنية لطلاب المدارس السورية بحضور وفد تركي رفيع المستوى وممثلين عن المنظمات الإنسانية والإغاثية. ونتابع في جولتنا أيضا تقرير عن أثر الفيسبوك والتعليقات المتضاربة في تشكيل الآراء المغلوطة. وفي أخبارنا التكنولوجية، جوجل تغزو الصحراء العربية على ظهر جمل. مشاهدينا لآخر الأخبار بدنا نروح لموجز من راديو أورينت وبعدها بنبدأ أول مواضيعنا، خليكم معنا. ونشرات تفصيلية متتالية. التاسعة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت. تنظيم الدولة يسيطر على المربع الأمني للأكراد في عين العرب، والأمم المتحدة تدعو تركيا إلى السماح للمتطوعين الأكراد بالدخول إلى المدينة. الأمم المتحدة تقول إن الآلاف سيذبحون إذا سقطت مدينة عين العرب كوباني بيد تنظيم الدولة. الولايات المتحدة تقول أن تركيا وافقت على تدريب وتأهيل المعارضة السورية المعتدلة. رئيس إقليمي كردستان العراق مسعود برزاني يرفض الاتهام بالتقصير في دعم مدينة عين العرب كوباني. طيران التحالف الدولي شن غارات جوية بالقرب من معبر مرشد بنار على الحدود السورية التركية. قوة نظام ترتكب مجزرة في مدينة الحارة بريف درعا راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. نائب رئيس الائتلاف يحذر من وقوع مجازر بدرعا في حال عدم التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين. حريق في مستودع للمواد الغذائية في مدينة الباب بريف حلب إثر قصف لطيران النظام واشتباكة بين الثوار وقوات النظام على جبهة حندرات شمالي المدينة. الثوار يسيطرون على نقاط جديدة في القلمون بعد معركة مع ميليشيا حزب الله. الائتلاف يرحب بعزم الحكومة التركية منح السوريين بطاقات تسمح لهم بالعمل على أراضيها. وفي خبرنا الأخير، الحكومة اللبنانية تقول إنها لن تقبل بعد الآن بأي نزوح سوري جديد. نهاية الموجز، إلى اللقاء. الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي. أمس كان الأول اليوم العالمي للصحة النفسية، ورح نحكي أكثر عن هالموضوع بعد ما نشوف التقرير، فلنتابع. إيقاع الحياة المتسارع وكثرة الأزمات التي قد يتعرض لها الإنسان أوجدت اضطرابات نفسية عدة دفعت منظمة الصحة العالمية لتخصيص 10 تشرين الأول من كل عام لتذكير الشعوب بأهمية الصحة النفسية. في هذا اليوم تقوم المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بعقد الندوات والمحاضرات وإقامة الأنشطة التوعوية في محاولة منها للوقوف على مفهوم واضح للصحة النفسية وحل كافة المشكلات التي قد تعترض السلامة النفسية. طبعا مفهوم الصحة النفسية هو مفهوم شامل، يعني
خلو الإنسان من المرض النفسي والاضطراب النفسي، وأيضاً يكون قادر على أنه يستخدم موارده وإمكانياته بأفضل شكل ممكن ليحقق أهدافه في الحياة ويلعب دوره في الحياة ووظائفه. للأسف طبعاً مفهوم الصحة النفسية مفهوم في عند الناس وصمة حوله، وهو مفاهيم الغامضة. ولا بد من الإشارة إلى أن المناطق التي تحدث فيها الحروب والكوارث يكون فيها الناس عرضة للكثير من الأمراض النفسية، وقد ينتهي بهم الأمر إلى ما يعرف بصدمة ما بعد الإصابة. يعنى بمعالجة الاضطرابات النفسية اللي قد يصاب فيها الإنسان، مثل اضطرابات الفصام، ثنائي القطب، الاكتئاب، القلق، الإدمان، هذه كلها تعتبر اضطرابات نفسية. بالإضافة لذلك هناك اضطرابات الناتجة عن الأحداث الجارية، ونحن الآن مثل ما بتعرف عم نشهد كثير من الأحداث الصادمة للناس، فهي كمان بتؤدي إلى أثار نفسية، منها اضطراب الشائع اسمه اضطراب الصدمة ما بعد الرض، ومنها اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق، كلها الناتجة عن الأحداث اللي هي جارية. وهذا اللي لقيناه منتشر عند اللاجئين السوريين بعد يعني نتيجة الأحداث. أنواع كثيرة للأمراض النفسية، أشيعها الاكتئاب وأشدها الفصام الذي يعاني منه حوالي 45 مليون إنسان أغلبهم في الدول النامية، لتأتي من هنا تسمية اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام بيوم التعايش مع الفصام. سعد أبو علي، أورينت نيوز، عمان. مشاهدينا، عن أهمية الصحة النفسية وانعكاسها على المجتمع، معنا اليوم مديالة هلسي معالجة نفسية، والدكتور عامر المصري أخصائي نفسي. صباح الخير. صباح أخصائي نفسية. أخصائية. أهلا وسهلا فيكم. دكتور، يعني بنعرف امبارح كان اليوم العالمي بالصحة النفسية، نعرف شوي بهذا المفهوم، يعني قديش هو أيضا مهم لما بيكون الشخص صحته نفسية، قديش بدها تنعكس على المجتمع. تفضل. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. هذا أول لقاء بخير دكتور، لكل اللي بيسمعونا. يعني أظن أنه حان الوقت أنه نلقي الضوء أكثر على موضوع الصحة النفسية، خاصة أنه يعني مفهوم الصحة النفسية في نوع من التشويش، أو منظمة الصحة العالمية يمكن أكثر شيء بتأكد أنه الصحة النفسية لا تعني أنه خلو الإنسان من المرض، بالعكس هي حالة من السواء في ثلاث جوانب أساسية، اللي هي الحالة العقلية والحالة العاطفية والحالة السلوكية عند الإنسان. وهذول الجوانب يمكن توضيحهم بياخذ منا شوية وقت. الحالة العقلية تعني طريقة تفكير الإنسان، والحالة العاطفية هي قدرة الإنسان على فهم مشاعره وإدراكها والتحكم فيها واستغلالها، والناحية السلوكية هي قدرة الإنسان على الوصول إلى أفضل المستويات من الإنتاجية. وبالتالي مفهوم الصحة النفسية يمكن بيرتبط بشكل أساسي بمفهوم إنتاجية الفرد وقدرته على الانتماء وخلق فائدة للمجتمع اللي هو بيعيش فيه، وهذا هو التركيز الأساسي لمفهوم الصحة النفسية. يمكن السنة كان موضوع بيحكي عن قدرة المجتمع للتعايش مع مرضى الفصام، خاصة أنه أعداد مرضى الفصام بتزايد، بلغت يعني تعداد بهاي السنة تقريبا 45 مليون شخص على مستوى العالم. والعام كان في عندنا مشكلة اللي هي الاكتئاب، واللي هو اعتبر السبب الخامس للوفاة بالعالم، وبيحكوا انه بال2020. خلينا بس نوضح الفصام للناس اللي ما بيعرف شو الفصام، يعرف شوي عنه. تمام. هلا حالة الفصام يمكن اخذت فيها البعد الاعلامي نوع من التشويه، والشخص المريض بالفصام اللي هو بين سن ال15 وال35 بتظهر عليه اعراض المرض، والمرض كمرض يعتبر هو نوع من التكيف مع المجتمع اللي بيعيش فيه الفرد، عشان نحاول نوضح أو نسهل الصورة للمستمع. الشخص المريض بالفصام هو شخص لم يستطيع التكيف مع مجتمعه، فبدأ يعيش في مجتمع آخر، هو مجتمع من الخيال بيفرضه، وهذا المجتمع بيبدأ يتعايش معه بحيث أنه بيتوحد مع هذا الخيال اللي هو بناه، وبيبدأ ينفصل عن أرض الواقع اللي هو بيعيش فيه. لذلك إنتاجيته بتكون معدومة، لأنه هو بيعيش بعالم خاص منفصل فيه بحد ذاته، لا يمكن أنه يقبل بالخطورة أنه يواجه المجتمع العادي. ويمكن هاي الأشياء اللي مش واضحة، إحنا بنعتبره أنه مريض وممكن يأذي المجتمع، وبالتالي في كثير من سوء الفهم، خاصة زي ما قلنا أنه الميديا أمور مغلوطة. صحيح.
مرض الفصام يمكن من أكثر النزلاء 90% من نزلاء المستشفيات هم من مرضى الفصام وبيضل 10% لباقي أنواع الاضطرابات النفسية اللي بيعاني منها الشخص. تفضلي في السؤال. أكمل حاضر. يمكن أنا بحب أوضح أكثر من مظهر من مظاهر الصحة النفسية اللي بنحكي عنها بهذا اليوم المميز، وبحب أحكي أول مظهر من مظاهر الصحة النفسية اللي هي التفاؤل. يعني أنا من النوع اللي بركز دائما على قضيتين اللي هي الإيجابية والتفاؤل عند الفرد اللي بيمتاز فيهم من يمتلك الصحة النفسية. والصحة النفسية ما بتنعزل عن الجوانب الأربعة الأساسية اللي هو العامل الاجتماعي والعامل البيئي والعامل الاقتصادي والعامل السياسي. يمكن أحد العلماء أشار إنه إذا ما في حرية وما في أمن ما في صحة نفسية. تماما، يعني هذا الشيء بده ينعكس إجباري. مكملين دكتور، يعني لارا بالفعل موضوع كتير مهم. دلولة عندك يعني موضوع كتير مهم، هل بتشوفي أنه فعلا المجتمع عم يهتم بهاي الحالات بصحة نفسية، عطيها أولوية ولا لا هي عم تكون سنوية؟ هلا يعني ممكن اذا بنحكي عن السنوات الاخيره اللي عم تيجي علينا الاهتمام صار اكثر. يعني زمان احنا كنا بنحكي مريض نفسي مباشره نشوف انه حدا مجنون، ما في عندنا شيء اسمه صحه نفسيه او مريض نفسي، عندنا شيء اسمه المرض النفسي اللي حتى بمجال طب النفس وعلم النفس هم مرادفين لبعض. له نظره سلبيه عند المجتمع بكل بعمومه. بس يعني لو بنحكي عن السنوات الاخيره، 10 سنوات اخيره مثلا، لا التطور صار كثير اكبر من هيك. حتى وعي الناس لمفهوم الصحه النفسيه، التعامل مع المرض النفسي، مصطلحات المرض النفسي صارت اكثر منتشره. يعني هلا نادرا ما بتسمع حدا بيحكي كلمه مجنون مثلا، يعني كلمات صارت متغيره عنا. هلا هو صار مصطلح عام، يعني حتى اليوم العالم الصحه النفسيه هو ما بيعني انه عنده واحد يكون مريض نفسيا. هلا الصحه النفسيه هي انت تكون يمكن حتى داخله بالتعليم، داخله بالسلوك، داخله بعده امور بينعكس على المجتمع بشكل ايجابي. اذا انت كنت غير سوي نفسيا او ما عندك الصحه النفسيه ما فيك تعمل شيء يعني، وبالتالي حتضر المجتمع. يعني مثل ما ذكر الدكتور قبل شوي، الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، كل هاي الجوانب توصلك لمرحله من الصحه النفسيه. يعني انت ما فيك تكون بس عشان ما عندك عله او مرض جسدي او نفسي تعتبر عندك صحه نفسيه، لا لازم كل الجوانب مع بعضها تكتمل عشان توصل لحاله من التوازن. تمام، نبقى عندك يا دكتوره. خلينا نحكي عن اكثر الاعمار المصابه يعني اللي اكثر شيء معرضه للاصابه بالازمات النفسيه. لا بيختلف للحظه حدوث المرض، ايش في شيء احنا بنسميه اللي هو الانست تبع المرض. تمام. هلا في امراض بتصير بفتره المراهقه، في امراض ما قبل هيك، بتعتمد من مرض لاخر. مثل ما حكى الدكتور عن الفصام، الفصام يعني معظمه بحالاته بتصير بعمر 15 سنه. طيب. هلا احنا ليه كثير بننتبه على فتره المراهقه اللي هي بهالمرحله؟ انه اصلا في تغيرات هرمونيه عند الشخص، ما في تكيف مع وضعه، ما في تكيف المجتمع معه، ممكن هاي المرحله تكون شوي سنحرجه. بنفس الشيء ممكن بالاعمار الكبيره يصير في عندنا مشاكل. صحيح. فهلا بيختلف من عمر لعمر حسب تكيفاته. يعني انت اذا كان عندك اكتفاء او انتقلتي من مرحله عمريه للمرحله اللي بعدها، ما بتتكون عندك هاي المشاكل سواء كانت سلوكيه او حتى نفسيه. صحيح. وبتختلف طريقه المعالجه من عمر لعمر؟ اكيد طبعا. هلا بتختلف من عمر لعمر، من شخص لاخر، من بيئه لثانيه، من مستوى اجتماعي، مستوى اقتصادي، حسب تماما. شو الشخص نفسه. لهيك دائما نحن بنحكي اي شخص بيراجعنا لازم تاخذ معلومات كافيه. صحيح. عن تاريخ العائلي، تاريخ الاجتماعي، عشان تقدر تقرر شو هي الخطه العلاجيه اللي بتناسبه وبتناسب عائلته وبتناسب شخصه. يعني احنا مش منفردين بوضع الخطه، الخطه هي مش عباره عن كتاب موجود عندنا 1 2 3 نمشي عليها تنطبق على كل مرضى، لا. صح. يا ريت لو فيها، كثير اسهل بيكون. بالعكس، لا، كل ما بيجي مريض بيختلف. يعني حتى لو جاك 2 توائم عندهم نفس المرض النفسي، خطه العلاج وطريقه تطبيقها بتختلف بالشخصين. اكيد هي خطوه كثير مهمه، لكن بدنا ارجع للدكتور. اليوم الصحه النفسيه هي شيء كثير مهم بالمجتمع، نحن كيف نبني أسس لحتى تكون في عنا صحة نفسية سليمة بالمجتمع تنعكس على المجتمع ككل؟ لكن قبل ما يمكن ندخل بهالسؤال، كان عندك بدك تكفي عن المراحل وأهميتها. يعني كنت بدي أحكي عن مظاهر الصحة النفسية وأهميتها، لأنه عشان المستمع يقدر يطور مفهوم عن الصحة النفسية، لأنه هي فيها أكثر من جانب. صحيح. يمكن زي ما قلت لك الإيجابية والتفاؤل هم أول جانب أنا بركز عليهم. إذا بتسأل أي شخص عن صحته الجسمية، كيف حالك اليوم، بقول لك الحمد لله أنا ممتاز. لكن إذا بتوديه وتعمل له فحوصات، بتكتشف إنه هو في عنده 10 أو 11 شغلة بحاجة لعناية. الصحة النفسية نفس الشيء. اليوم نحن كلياتنا بنعتبر حالنا ما دمنا قادرين على إنه نمشي وما بنوقف بالتواصل مع المجتمع فإحنا مناح. بالعكس تماما، هو لحاجة الشخص للمراجعة. صحيح. ولتطوير الذات. يعني يمكن كنت بحكي أنا وديالا قبل الدخول على الهواء، إنه علم النفس بشكل عام تم تشويهه بأنه هو علم بيختص بالأمراض النفسية. صح.
صحيح، هو حقيقة. كأنه إنه هو علم متخصص بس للعلاج، بس للأمراض النفسية، وبالتالي هذا شيء أساء لنفس العلم وأساء لمفهوم الصحة النفسية. نحن اليوم إذا كنا عم بنقول إنه من 2-5% اللي يصابوا بالأمراض النفسية، ففي عنا 95% من الناس هم اللي بحاجة للتركيز عليهم، وهذا ما تم طرحه بالسنوات الأخيرة باسم علم النفس الإيجابي، إنه الناس العاديين هم اللي بحاجة لعناية. أول إشي عشان نقدر نمنع to prevention هذا المرض من الحدوث، ففي مجموعة من الجوانب يمكن اللي كانت تسأل عنها، اللي هي بدء من الأسرة، ثم بالانتقال للمدرسة، ثم التحول للمجتمع بشكل عام. تماما، يعني دكتور طريقة عمل الثلاث مؤسسات ما بيتم التركيز على شيء معين، على أكثر هو جهد متواصل، جهد طبعا. من البيت، جهد من المدرسة، وجهد من المجتمع. لما بناخذ العوامل السياسية بالمجتمع، هذا يعني قديش في عنا حرية للفرد، قديش في عنا ديمقراطية للفرد، قديش في إمكانية للتعبير عن رأيه، هذا اللي بيوفر الحزام الأساسي للصحة النفسية عند الفرد. قديش في عنا نوعية الغذاء، هذا بالجو البيئي عم نحكي عن نوعية الغذاء. إذا بناخذ مثلا مرضى فقر الدم، مرضى فقر الدم هم من أكثر الناس اللي بيتعرضوا لعوامل القلق والخوف والعصبية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذا التكامل بالنظرة للصحة النفسية، ما راح نقدر نحيط بهذا المفهوم يمكن بشكل أساسي. أنا راح خليكم تجاوبوا على نفس السؤال اللي طرحته على الدكتور، هو أهمية وجود بالفعل أسس سليمة لنطلع بصحة نفسية بالمجتمع، يعني أخي رح تنعكس على المجتمع. مبلش عندك هذا الشيء أكيد طبعاً، يعني إحنا ما بدنا نتطلع على الشخص لما يصير عنده مرض، لما يتعب، مثل ما إحنا بنعمل بشكل عام الواحد ما بياخد أدوية، ما بينتبه على صحته، ما بيعمل رياضة، ما بياكل أكل منيح، غير لما يمرض. وإذا مرض بنتبه على حاله أول أسبوع، شاف حاله تحسن بطل، خلص خلص الموضوع. لا، الصحة النفسية هي روتين حياة، هي نظام حياة دائم. كيف الواحد كل يوم بينتبه انه يفرش اسنانه مثلا، نفس الشيء الصحة النفسية كل يوم ننتبه على علاقتنا مع ذاتنا، علاقتنا مع العيلة، علاقتنا مع المجتمع الخارجي، بالشغل، بالمدرسة، بالجامعة. هي شيء على مر الزمن، ما بيبدأ بمرحلة معينة وبينتهي. يعني ما فيك تحكي انه عندك صحة نفسية اذا انت اليوم كانت حياتك طبيعية او حياتك جيدة صحية. ننتبه على اكلنا، ننتبه كيف نتعامل مع نفسنا، يكون في لك وقت لذاتك. يمكن بدنا نركز شوي على موضوع العيلة، يعني دائما بيقول لك من التنشئة بتبلش. انا كيف فيني اهتم باولادي وعلمهم اصول او اساليب الصحة النفسية السليمة؟ يعني كيف هو بيكتشف حاله انه لا هلا هو تعبان؟ نشوف الواحد كثير من الاحيان، حكى الدكتور قبل شوي، يمكن صحة انك صحة جسدية لك منيح، ولكن نفسيا لك تعبان او بيبين عليه حتى التعب. هلا يمكن بهاي المرحلة إذا كنا بنحكي عن العائلة بالذات، العائلة في عنا متطلبات نمائية للفرد، وهلا يمكن أسرنا ما بتاخد بعين الاعتبار إنه كل فترة عمرية في إلها متطلبات يجب إنها تأخذ بعين الاعتبار، ويمكن التحولات الاجتماعية اللي صارت ديالة أو التغيرات الاجتماعية بالفترة اللي نحنا بنعيش فيها جدا سريعة، سواء كانت بنمط المعيشة، سواء كان بالنمط الاقتصادي، سواء كان بتواجد الأهل، اختلف. الآن يمكن في شغلة نحنا بنسميها إنه ما بين التربية القديمة وما بين التربية الحديثة، الأهل برضو صار في عندهم نوع من الضياع، بطلوا يعرفوا دم يربوا زي ما كانوا بيربوا جدودهم ولا على قوانين التربية. إذا أخذوا قوانين التربية الحديثة بنلاحظ إنهم بيحاولوا يدلعوا الطفل لأبعد الحدود، وإذا أخذوا التربية القديمة بنلاحظ إنهم بيستخدموا الأنماط العنيفة فيها. وللأسف نحن في حالة من الضياع، وحالة الضياع تعني انعدام الصحة النفسية بالنسبة لهذا الطفل. لأن الطفل يجب عليه إنه يتحمل مسؤولية، يعني الأسرة هي اللي بتهيئ الطفل للتعامل مع المجتمع. صحيح. للأسف يعني لازلنا الآن أسرنا ما عندها هذا النمط المتعارف عليه بالتنشئة، إنه الطفل يجب إنه يتحمل المسؤولية. أهم مظاهر الصحة النفسية هي قدرة الشخص على تحمل المسؤولية. إذا غلط لا معليش المرة الجاية، مش هيك يعني. الطفل لازم يعرف إنه خارج البيت في أنظمة وقوانين، كيف بده يتعرف عليها؟ من خلال وجود أنظمة وقوانين في داخل المنزل. هل هي مكتوبة؟ هل هي معروفة بالنسبة للطفل؟ هل العقاب اللي مفروض؟ إمتى الطفل بيكون قادر على استيعاب مثل هذا المواضيع؟ أول يوم بقدر أنا أحمل المسؤولية. أول يوم كيف فيني أحمل المسؤولية من أول يوم؟ يعني كيف؟ خلينا نبدأ نشرحها من حاجة الطفل. حاجة الطفل بتكون في البداية بأول ساعة من ولادته بتكون للفيدنج، اللي هي حاجته للطعام. تمام بالضبط. هل الأم بتلبي هاي الحاجة ولا الطفل بيضطر
انه ينتج سلوكات زي البكاء والصراخ عشان الام تنتبه له. اول لحظه هل التغير المفاجئ في درجات الحراره بسبب خوف عند الطفل؟ الطفل يمكن بينولد باللحظه الاولى مزود بغريزه الخوف اللي هي من ثلاث اشياء: التغير المفاجئ في درجات الحراره والصوت العالي والاهتزاز، وهي اول بيئه امنه لازم نوفرها عند الطفل. احنا بنشوف اليوم الطفل أول ما يجي حدا يزوره بيمسكوا الطفل من غرفته من الجو اللي هو عايش فيه بيطلعوا لجو خارجي اللي هو درجة الحرارة مختلفة تماماً في الغرفة، وبالتالي نحن ما لبينا. هاي أول مظهر من مظاهر الصحة النفسية. المظهر الثاني، هل الأم بفترة الحمل كانت تراجع مثلاً أخصائية نفسية تسألها بالثلاث شهور الأولى بنسميها البريغنس سيكنس شو كان بيصير عندها، كيف بيأثر على الطفل؟ يعني هو المشوار كتير طويل وما يمكن أنه نلمه بحلقة. حتى يمكن بدي أنا ولو أقاطعك دكتور، في بعض الحوامل أو لأول مرة يمكن بتضل عايشة بمرحلة قلق طول حالة الحمل لحالة اليوم الولادة، نتيجة أنه لهيك العناية بتكون مش من بس صحيح. لما ينولد الطفل من فترة التخطيط لأنه يصير عندك مولود، شو شعور الأم تجاه طفلها، شعور الأب إذا كان في خناقات ما بين الأب والأم فترة الحمل، كل هاي العوامل بتأثر. صحيح، بتأثر على الجنين. فعلا يمكن ما حدا ناس ما في ناس كتير بتعرف هاي المعلومات إنه خلال فترة الحمل إذا صار خلاف بين الزوجين بيأثر على. قبل في شيء بنسميه pre marriage counseling، يعني هي ما قبل الزواج. قبل الزواج أصلاً بنسميهم couples، هدول لازم يروحوا لازم يعرفوا شو طباعهم، شو خصائصهم، شو وسائلهم التكيفية، مدى التوافق بيناتهم. بعدين يعني ننتقل للمرحلة اللي بعديها. هلا زي ما قالت ديالا، يمكن بهمني أنا التواصل. التواصل بمعنى إنه أنت بكل مرحلة من المراحل اللي أنت مقدم عليها لازم يكون في أخصائي نفسي أنت بتراجعه، شوف قديش مستوى التطور، شو الحاجات اللي أنت فيها. إضافة للناحية التطورية إنه الناس بدأت تتناسى قضية تطوير الذات. بالفعل. أنت عشان تصبح أب أو أم بماليزيا في رخصة لازم تأخذها، في لايسنس. نحن تلقائية زي ما أبوي صار أنا بدي أصير. صح. طيب أوكي، أبوك صار في ظروف بيئية مختلفة تماما، في ظروف اقتصادية مختلفة تماما، في بيئة اجتماعية مختلفة تماما. البيئة الاجتماعية الآن عم تتغير بكل ثانية بكل لحظة، عم بنشوف تغيرات حتى في البنية الاجتماعية لمجتمعنا، وبالتالي هذا بحاجة لأنه نتواصل معه بشكل أفضل. يمكن مظاهر الصحة النفسية اللي أنا حاب أحكي عنها، يمكن الديالة بتقدر تعطي مثلاً الشعور بالسعادة أو الشعور بالرضا، وبتقدر تحكي عنها يمكن لساعات متواصلة، لكن قديش أنا كشخص بهذا المجتمع الأردني قديش إحساسي بالرضا أول إشي عن الظروف اللي أنا بعيشها، قديش أنا إحساسي بالرضا عن ذاتي أنا، وقديش أنا محقق. عم نسمع مشاكل الزواج، عم نسمع قديش في عنا مشاكل اقتصادية، الشاب عم يتأخر سن الزواج تبعه، كل هاي بدها عناية أول شيء بمؤسسات الدولة. إن شاء الله نحن نحكي بحلقات مقبلة عن هذا المواضيع أكثر. لارا، أنت كنت تعرف عن إشي عن هالشيء هذا؟ عنه؟ عن الصحة النفسية أكثر؟ طبعاً، يعني أنا بعرف أشياء يعني بس مو كتير طبعاً. طبعاً نرجع لعندك دكتورة ديالا، مبارح صادف اليوم العالمي للصحة النفسية، برأيك الأزمات والاضطرابات من مختلف أنحاء العالم وبسوريا خصوصاً بتزيد من الضغوطات التشرد والنزوح؟ هذا إشي كتير طبيعي. إحنا لما حكينا من البداية الصحة النفسية إنك أنت تتأقلم وتتعامل مع الضغوط. هلأ لو إحنا مش بحالة حل، أنت بالبيت صحيح، صار عندك ظرف ورا تاني ورا تاني، مواقف بالبيت هاي تعتبر ضغوط. هلأ عشان هيك بنلاقي أشخاص مثلاً بالحروب تأثرهم كتير قليل مقارنة مع شخص تأثر بوفاة عزيز عليه. تأثر الإنسان بالمواقف بيختلف قد أنت بنيتك الشخصية، كيف تعاملك مع القلق، مع التوتر، مع الأزمات الخارجية، مع الأزمات الداخلية. هلأ إشي طبيعي إنه الحرب له دور كتير كبير وعم بيأثر على الناس فعليا. هلأ بس بتختلف من شخص لتاني، عشان نقدر نوصل لحالة إنه نتأقلم مع هاي الحروب بدنا تعامل مع أطراف خارجية. يعني الأشخاص اللي عم بيكونوا بحالة نزوح متشردين، مش ببيوتهم، مش بين أهلهم، مش بمكانهم، يعني شو ما توفر بالبلد الثانية ما حيكون زي بيتهم. في حالة قلق وصعوبة وخوف دائما طبعا من اللي مخبي المستقبل لهذول الأشخاص، وخاصة إن هلأ في كتير سوريين يعني من شعبنا السوري، أهلنا السوريين طلعوا على لبنان، طلعوا على الأردن، حتى اليوم عندهم صار مشكلة اللجوء إلى بلد آخر. يعني مثلا في بعض البلدان حاصرت ما عاد فيك إذا حتى بدك تدخل تطلع ما فيك ترجع، أو أنت ما فيك، عاشوا بحالة قلق. كيف فينا نتعامل، كيف فينا نخفف من هاي الحالة؟ هلأ فيه هو الشخص
بذاته انه يشوف ايش في نصائح ممكن تساعده، التعامل مع القلق، التعامل مع المشكله، الوعي بذاته، ايش عم بيصير معه، احداث غريبه، ايش عم بيصير معه، مشاعر غريبه. هلا يعني الشيء الكثير منيح انه هلا عم بيصير في كثير جهات عم تدعم، بتعلم اشخاص كيف تعامل مع القلق، تقنيات الاسترخاء، كيف تعامل اذا صارت معك مشكله، اذا بيكون في عندك طفل بالبيت تعرض لضغوط باثناء الحرب. يعني تعرض الاطفال وتأقلمهم مع الوضع كثير اصعب من الكبار، يعني الكبير بيقول لك انه هو مدعوك بيقدر يتعامل مع هاي الظروف، بس طفل صغير بيكون انولد بالاحداث او عمره صار 5 سنين هو بهاي الاحداث، فيك تعلمه انت تقنيات بسيطه كيف يتعامل معها. نحن ما عم نحكي انه هاي التقنيات رح توصله للعافيه النفسيه، لا، بس فيه يوصل لمرحله التأقلم مع الوضع، لانه احنا مش كل المشاكل بنحلها، حتى لو راجعوا اخصائي نفسي او طبيب نفسي، نحن ما بنحل المشاكل، في مشاكل موجوده واقعه هي مساعده على تجاوز الظروف. يعني احنا ما بنلغي الحرب، بنتاقلم مع وجودها، كيف نتعامل معها، كيف نحس براحه نفسيه من الداخل، كيف اذا مثلا ما عم بيعرف ينام، شهيته مش جيده للطعام، عنده كوابيس، نتعامل مع هاي الاعراض اللي هو عم بيمر فيها حاليا. خاص دكتور عندك مداخله؟ والله انا شوف، يعني اول شيء الشعب السوري الشقيق يعني بيعيش في ظروف صعبه جدا وخاليه تماما من مفهوم الصحه. الشعب الأردني باستيعابه أيضا للأشقاء السوريين عم بيعيش أيضا حجم من الضغوط اللي هو غير قادر على استيعابها. وللأسف الحرب لما بتحدث تحدث من دون تهيئات مسبقة، بحيث أن تتوفر الظروف الملائمة للشعب اللي بده ينزح عن هاي الحروب. دائما الفئة الأكثر تعرض للظلم هي الأطفال، وإذا كنا عم نحكي عن حاجاتهم فهم أكثر حاجات لهم الآن بهاي الفترة الأمن والأمان والغذاء، أهم شيء اللعب. والأطفال الآن بحالة النزوح، هم بس بيحاولوا إنهم يوفروا لهم الأمن، لكن باقي الجوانب يعني بحاجة لشغل دول وليس شغل أفراد مؤسسات. وفي كثير مؤسسات عم تدعم، لكن الجهود مش مشتركة وما في تنسيق، وكل بيحاول إنه يقدم هذا الدعم من عنده، وبالتالي هي مساعدات بكمية من المبالغ بنحاول إنه نوفر فيها مع انتهاء التمويل بالضبط، وبالتالي ما بيستمر البرنامج. والأطفال السوريين بحاجة لسنوات من المتابعة، وبحاجة لتوفير بيئة أساسية. عم بيشوف التعليم مثلا عم بيتوفر لهم، بعض الناس ما بيتوفر لهم، واللي ما بيتوفر لهم بنضطر نوديهم من 4 على 7، وحاجات الطفل من 4 على 7 بتختلف عن الطفل العادي اللي هو بيكون بفترة النشاط الصبح بيروح على المدرسة. طيب هذا بيعاني من خوف وبيعاني من حالة قلق عام من المجهول، يعني أي شخص إذا ما كان في عنده أهداف واقعية، طيب هذا الشخص ما بيعرف بكرة رح يرجع، رح ينتقل لبلد ثاني، رح تنتهي المعونات المدفوعة، وبكرة الصبح ما رح يلاقي أكل. ففي نوع من التعامل مع المجهول، الضغوط النفسية اللي أصعب العوامل اللي ممكن يرزخ تحت الشخص من ناحية الصحة النفسية. فأمورهم يعني أنا بشوف إنه يعني الله يعينهم أول شيء مبدئيا، الله يعين الشعب الأردني بالتعامل معهم، لأنه أنت كمان عم تتعامل مع الأشقاء السوريين. لو بحالة السلم نحن شعب واحد، في بيناتنا نسب، وفي بيناتنا هذا الدم، وفي بيناتنا هاي الوراثة المشترك، لكن انت عم تتعامل بحالة حرب. المجتمع الأردني عم بمر أصلا بظروف اقتصادية جدا صعبة من قبل، صحيح في مشكلة اقتصادية كانت بكل دول العربية، وبالتالي صحته النفسية متدنية، والشعب السوري عم يطلع من حالة حرب، لسه الحرب شغالة، وما بيعرف مين مات من قرايبه، ما بيعرف مين عايش، ما بيعرف أرضه رح يرجع لها، بيته رح يرجع له كمان، انعكست أيضا على المجتمع اللي هو موجود فيه. ديالا أنا بدي هيك كلمة أخيرة لإلك بحلقة أنا اليوم، إيش الأساس اللي بدي أحكي؟ إذا ما نوصل لصحة نفسية أنا نطلع شو حاجة الفرد بالأول. يعني أنت ما بتقول لشخص حقق ذاتك وهو ما عندهش بيت يسكن فيه، ما بينفع نحن نقفز مباشرة إنه بدك توصل لرضا وظيفي ورضا بحياتك وتحقق نفسك ودراستك وعملك. في حاجات أساسية نتدرج فيها عشان نوصل لمرحلة الصحة النفسية. طبعا نشكر وجودكم معنا الدكتورة ديالا هلسة معالجة أخصائية نفسية، والدكتور عامر أخصائي نفسي. شكرا لحضوركم معنا مشاهدينا، فاصل ومنرجع لفقرة حياة الناس، خليكم معنا. مشاهدينا بدنا نروح بجولتنا على مدينة الريحانية، حيث أقيمت احتفالية فنية لطلاب المدارس السورية في المدينة وما حولها. نعم فادي، وحضر الاحتفالية وفد رسمي تركي رفيع المستوى إضافة لممثلي المنظمات الإنسانية والإغاثية. نتابع التقرير. مساحة صغيرة من الفرح كفيلة بأن تمسح دمعة طفل ضحية حرب لا ناقة له بها ولا جمل.
هي احتفالية جمعت طلاب المدارس السورية المتواجدة في مدينة الريحانية وما حولها. قدم الأطفال بها لوحات فنية عبروا من خلالها عن عشقهم وشوقهم لبلدهم. التقت مدرسة الرعاية الإنسانية مع مدرسة جيل الحرية مع لجنة العلاقات السورية التركية بإقامة نشاط مميز يجمع كل الأطفال الموجودين بالريحانية وبكل المدارس الموجودة بالريحانية وما حولها، ويقدموا شو عندهم فقرات فيها فرحة، فيها نشاط، فيها متعة، لا إدخال البهجة إلا لهم ولا الأطفال الباقية. يجلس الوفود الرسمية التي حضرت الاحتفالية مأخوذين بروعة ما يشاهدونه من إبداع أطفال خرجوا حديثا من الحرب، هذه الحرب والتي من المفروض أن تكون كفيلة بتدمير البنية الاجتماعية والثقافية لهذا الجيل. كثير نحن شرفنا حضور تركيا على مستوى رسمي كبير، على مستوى السيد القائد مقام مدينة الريحانية، على مستوى رئيس بلدية الريحانية، على مستوى رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة الريحانية، حضروا ليقولوا لنا نحن معاكم في كل مناسبة. اليوم احنا في الريحانية مع أبنائنا، بما أننا نقف في بعض الأحزان لابد أن تكون للفرحة ظهور ولنا تواجد، فنحن مع أبنائنا الحين من أخوتنا أبنائنا السوريين. يصر الأطفال هنا على أن ما يحدث في بلدهم ليس بالضرورة أن ينعكس سلبا على حياتهم، بل بالعكس تماما، أعطاهم حافزا قويا على التعلم والتقدم. جايين لهون مشان نعمل حفلة ونفرح، ورغم يعني القتل والضرب والبراميل اللي عم تنزل على الولاد اللي هن بسوريا، نحن جايين لهون نفرح ونقول لهم انه اصبروا، نحن بدنا نتعلم ونخلي سوريا راسها مرفوع. الأطفال السوريون بحسب المنظمات الإنسانية هم الخاسر الأكبر مما يجري في سوريا، فالطفل الذي لم يفقد طرفا من أطرافه لربما فقد أحد والديه. لذلك كانت هذه الاحتفالية مساحة للفرح، فبرغم كل الظلم الذي يتعرض له الطفل السوري دائما هناك فسحة للأمل. عمار دندش، أورينت نيوز، من مدينة الريحانية. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الصحافة، ونبدأها مع الشرق الأوسط، وفيها داعش يهدف إلى حصار كامل لكوباني وقطرية ضمن صفقة التفاوض حول العسكريين اللبنانيين. الرئيس السوداني: نجحنا في إزالة الفتور مع السعودية، ويقول الحوثيون أخطر من داعش. مبايعة الخليفة شرط عمل الصحفيين في مناطق داعش. في أول جمعة بعد أدائهم مناسك الحج، أكثر من 1,000,000 مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام. علاج جديد لمرضى السكري بعد 23 سنة من الأبحاث. العاهل المغربي يقول: لمن لا يدرك معنى حب الوطن فليتابع ما يقع في كثير من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. بعد أن نشرت مقالاً أساءت فيه للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، صحيفة بريطانية تعتذر لنجل ملك البحرين. لقاء وزيري خارجية فرنسا وتركيا، مشروع المنطقة العازلة يراوح مكانه. مواجهات التنديد بأحداث كوباني تدخل الجامعات التركية، ومخاوف من الصدامات الأهلية. مشاهدينا، في عناوين صحيفة العرب الدولية: كوباني تشعل ثورة الأكراد على أردوغان، وتحذيرات من استهداف الخليجيين في تركيا. جائزة سلام للباكستانية ملالا والهندي ساتيارثي. انحدار أسعار النفط يعيد رسم خارطة صناعة الطاقة العالمية. حرب داعش الدعائية، التكنولوجيا الفائقة في خدمة المتطرفين. دور خليجي محتمل في مواجهة برية ضد داعش. السعودية ترفع إنتاجها النفطي رغم انحدار الأسعار لمستويات قياسية. الإماراتيون يتمسكون بهويتهم لبناء وطن نموذجي. المغرب يراهن على جهوية متقدمة لإتمام مساره الديمقراطي.
محسن الخفاجي نمر الكتابة يواصل الاحتجاج. مع تهاوي منظومة سايكس بيكو إلى جانب صعود الأصوليات وقوى الإقصاء والهيمنة ومشاريع القوى الإقليمية إسرائيل وإيران وتركيا، لم يتمكن لبنان من النأي بنفسه عن الحريق السوري. هكذا بدأ الدكتور خطار أبو دياب مقالته في العرب الدولية بعنوان لبنان ومخاطر الرقص على الحبل المشدود. نتابع تفاصيل المقال. تتواصل انفجارات بركان الشرق الأوسط الكبير من كوباني عين العرب حتى صنعاء مرورا ببلاد ما بين النهرين، ولا ينأى لبنان عن تطاير بعض الحمم من جرود البقاع إلى جنوبه، ولكن حصر التوتر عبر حرائق متنقلة يعود لنوع من التحصين الدولي لساحته وعدم استعجال إقليمي لامتداد الاشتباك إليه. بالرغم من الشغور الرئاسي وشكوك المؤسسات المالية الدولية، لا يزال الاقتصاد اللبناني يقاوم رغم كل شوائب النظام السياسي، لا يفقد الأمل بابتداع تسويات لتخطي العثرات. هل رأيتم بلدا في المنطقة تتنافس باريس وواشنطن وموسكو كما الرياض وطهران على تسليح جيشه؟ مع تهاوي منظومة سايكس بيكو إلى جانب صعود الأصوليات وقوى الإقصاء والهيمنة ومشاريع القوى الإقليمية المتربصة إسرائيل وإيران وتركيا، لم يتمكن لبنان من النأي بنفسه عن الحريق السوري بسبب انغماس حزب الله في النزاع وتحركات الجماعات السورية المسلحة على الحدود. وإذا كان الجيش اللبناني لا يزال القاسم المشترك الداخلي والإقليمي والدولي لحماية لبنان، ففي ذلك طمأنة نسبية لأن ذلك مرتهن بالاستقرار السياسي وعدم التصعيد الإقليمي. يراهن البعض في لبنان على العامل الخارجي لتسهيل انتخاب الرئيس والترياق المنتظر من باريس وطهران والرياض بعد وساطة فرنسية منتظرة يمثل تقليدا درجت عليه الطبقة السياسية اللبنانية. تعرب مصادر دبلوماسية غربية عن خشيتها من أن يكون لبنان يقترب من حافة الهاوية، لأن الرقص على الحبل المشدود من قبل حزب الله يمكن أن يكون شديد الخطورة إذا لم يتم تحصين الوضع عبر انتخاب رئيس للجمهورية وانتزاع حد أدنى من التوافق الإقليمي لإبعاد الكأس المرة عن لبنان. وفي صحيفة العرب الجديد وجاء فيها: تسهيلات إسرائيلية لعزل حماس، أوروبا محبطة من إسرائيل لا ضمانات بعدم تجديد العدوان على غزة، الجيش الحر يعود من بوابة الجبهة الجنوبية من حدود لبنان إلى الأردن، وفي مصر الحكومة تتجه إلى تأجيل الانتخابات، ترشح قيادات الأحزاب التونسية يشعل المنافسة، إنقاذ عين العرب وغرفة عمليات كردية دولية في دهوك لغارات التحالف، لبنان وحرب التحالف ودبلوماسيون الجيش شريك في الحرب، خطر داعش يربك شوارع بريطانيا، المحكمة الليبية العليا في قلب العاصمة. وعناوين صحيفة المستقبل لهذا الصباح وجاء فيها: الغنوشي مستعدون لحكومة ائتلاف مع العلمانيين ومسؤولي بن علي، اشتباكات في وسط عين العرب وباريس ترفض داعش والأسد، الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبه بحل الدولتين الإسرائيلية وفلسطينية، الإكثار من الماء يحارب متاعب سن اليأس، مشروع حكومي لبناني لوقف عداد النزوح، الشتاء الأخير لسالم صلواتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو، العموم البريطاني يصوت الاثنين على الاعتراف بدولة فلسطين، أهالي المخطوفين يتأرجحون بين التطمينات والتهديدات. وكتب أسعد حيدر بعنوان حرب استنزاف طويلة، أشار إلى الحرب التي يخوضها حزب الله في سوريا وخطر تنظيم الدولة على لبنان. فلنتابع. معركة جرود بريتال نحلة التي انتهت بسقوط 10 مقاتلين وربما أكثر،
بداية وليست نهاية. بعد هذه المعركة ليس كما قبلها، تغيرت قواعد الحرب في القلمون. حزب الله في موقع الدفاع، والآخرون من الجيش الحر والنصرة وداعش يهاجمون. قد تكون حاجة هذه المجموعات إلى الغذاء قبل الشتاء وحلول الجنرال ثلج فعلية وضرورية. معركة الجرود أيقظته من أوهام الانتصار. يعرف الحزب أكثر من غيره أنه لا يمكن الانتصار على شعب أو جزء منه في تدمير قراه وإجبار السكان على النزوح إلى عرسال. النازحون بكل ما يعانونه بعيدا عن انتماءاتهم معمل لا يتوقف لإنتاج الحقد والضغينة والالتزام بالثأر. إن الحزب بدأ يشعر بالتعب من أخطار حرب الاستنزاف، لذلك أصبح بحاجة لدعم إيراني بالرجال ليأخذوا مكانه في الجبهات السورية الداخلية لتوجيه مقاتليه المجربين إلى السلسلة الشرقية الممتدة من عرسال إلى بريتال. اليوم ماذا سيفعل المقاتلون من الحزب وهم يواجهون مقاتلين سواء كانوا من الجيش الحر أو داعش يعتبرون أيضا الموتى شهادة؟ والآن مشاهدينا مع رسم كاريكاتوري كفيديو للفنان علي حمراء. مشاهدينا فاصل ومنرجع لأخبار الرياضة، خليكن معنا. مكملين مشاهدينا معكم جولتنا الصباحية، وهلا بنروح للزميل معن عمر لأن آخر الأخبار. صباح الخير يا معن. صباح الخير فادي، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله بخير. حاسك نشيط على هيك يعني الجو البارد شوي بداية أسبوع؟ والله هالجو أنا ما بحبه، بس يعني لازم نكون نشيطين بداية. حلو حلو منيح، الله يبعث الخير يا زلمة. إن شاء الله خير. طيب يلا نسمع الأخبار الرياضية. أكيد بكل سرور. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم لأخبار الرياضة. والبداية من المملكة العربية السعودية، حيث سيطر التعادل الإيجابي بين المنتخب السعودي وضيفه الأوروغوياني بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة. حاول الأخضر السعودي افتتاح النتيجة مبكرا، لكن الحظ وقف بوجهه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الحصة الثانية تمكن الضيوف من افتتاح النتيجة عندما سجل حسن معاذ الهدف الأول عن طريق الخطأ في مرماه عند دقيقة 47 بعد تسديدة من النجم لويس سواريز. وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء استطاع المهاجم البديل نايف هزازي استطاع من معادلة النتيجة عبر رأسية جميلة لتأتي بعدها صافرة الحكم ولتعلن عن التعادل الإيجابي. ومن آسيا إلى أفريقيا، حيث أحيت مصر آمالها بالتأهل وحققت فوزها الأول بالتصفيات، وذلك على حساب بوتسوانا وبهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وسجل لاعب بازل السويسري محمد النيني الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يضيف لاعب تشيلسي الإنجليزي محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 61.
لينعش بذلك أمال المصريين في التأهل لبطولة المغرب العام القادم، وليستفيد الفراعنة من التعادل السلبي ما بين طرفي المجموعة الآخرين وهما السنغال وتونس. وفي أبرز مباريات اليوم، يحل المنتخب الجزائري ضيفا على مالاوي لحساب المجموعة الثانية. إلى أوروبا، حقق المنتخب الهولندي الانتصار الأول له في التصفيات بعد أن قلب تأخره إلى فوز ثمين أمام ضيفه الكازاخستاني وبثلاثة أهداف لهدف وحيد في اللقاء الذي يقيم ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية. تقدم المنتخب الكازاخستاني بالنتيجة أولا عندما بصم ريناب أبولالين على الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. وفي الحصة الثانية استطاع مهاجم نادي الشالكة كياسيان هونتيلر استطاع من معادلة النتيجة في الدقيقة 62. وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء بصم نجم وسط البرتغالي إبراهيم أفيلاي على الهدف الثاني في الدقيقة 82 قبل أن يضيف المهاجم والقائد روبن فان بيرسي الهدف الثالث في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء عن طريق ركلة جزاء. وبهذا الفوز رفعت الطواحين الهولندية رصيدها إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد كازاخستان عند نقطة وحيدة. إبراهيم أفيلاي، الله فتحها ما فيهاش أفيلاي، الله الله الله، هولندا تتقدم، هولندا تتألق. لاعب المان يونايتد فان بيرسي عالم يا ولد. نواصل مع التصفيات، حيث استطاع المنتخب الإيطالي تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأذربيجاني بهدفين لواحد ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة في مباراة كان نجمها الأول والأخير جورجيو كيليني. فبعد العديد من الفرص التي أهدرها الأتزوري، استطاع مدافع اليوفي جورجيو كيليني استطاع من افتتاح النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44 بعد ركنية نفذها المايسترو أندريا بيرلو. وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 76 عاد كيليني مجددا ليزور الشباك، ولكن هذه المرة عن طريق الخطأ في مرماه بتسجيل التعادل للضيوف بعد أن ارتطمت به الكرة على مشارف المرمى. وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء تمكن كيليني من تسجيل الهدف الثاني له في مرمى الخصم بعد أن وصلته كرة عرضية من البديل جوفينكو أودعها الأول برأسه في المقص الأيسر للحارس في الدقيقة 82. وبهذا الفوز رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما بقيت أذربيجان من دون أي نقطة. وإلى أمريكا اللاتينية، تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية والبرازيلية والأرجنتينية على وجه التحديد إلى لقاء كلاسيكو العالم عندما يواجه بطل العالم ل5 مرات المنتخب البرازيلي نظيره وجاره اللدود المنتخب الأرجنتيني في لقاء ودي. سيعتمد المدرب دونغا في اللقاء على خدمات المتألق مع ناديه الكتالوني نيمار في خط المقدمة بجانب لاعب تشيلسي أوسكار، بالإضافة إلى هولك لاعب زينيت سان بيترسبيرغ. وقد خاض السيليساو مباراة ودية قبل فترة أمام المنتخب الكولومبي، وعرف أبطال العالم ال5 مرات الفوز فيها بهدف مقابل لا شيء سجله نيمار قبل أن ينتصر على المنتخب الإكوادوري بهدف نظيف سجله ويليان. في المقابل يدخل وصيف العالم المباراة تحت قيادة مدرب برشلونة السابق تاتا مارتينو، وسيعتمد على هداف وقائد الفريق ليونيل ميسي في خط المقدمة، كما سيواجه ميسي زميله في النادي نيمار. هذا وقد خاض التانجو مباراة ودية قبل شهر تقريبا أمام الماكينات الألمانية أبطال العالم، وعرف فيها الانتصار بنتيجة كبيرة وصلت ل4 أهداف مقابل هدفين في لقاء غاب عنه النجم الأول للتانجو ليونيل ميسي بسبب الإصابة. المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي. بدايتنا مع تصريحات لأسطورة كرة القدم الألماني فرانس بيكنباور حول تقرير للفيفا بشأن شبهات فساد يعتقد أنها شابت عملية التصويت لاختيار الدولة المضيفة لكأس العالم لعامي 2018 و2022. وطلب بيكنباور الفيفا بنشر تقرير مايكل غارسيا حول الشفافية في الاتحاد، وقال إنه يعبر عن رأي شخصي ولا يرى سببا لمنع نشر
للتقرير. وكان بيكنباور أوقف عن النشاط الرياضي لفترة وجيزة في حزيران الماضي بسبب رفضه الإجابة على أسئلة القاضي الأمريكي غارسيا قبل أن يوافق على ذلك. وترك النجم الألماني السابق لجنة الفيفا بعد اختيار روسيا وقطر لاستضافة المونديالين، وهي العملية التي أثارت جدلا واسعا بشأن نزاهة التصويت، وتم على إثرها تكليف المحامي الأمريكي غارسيا بإجراء تحقيق وإعداد تقرير بشفافية. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف سيب بلاتر أن التقرير يجب أن يظل في نطاق السرية حفاظا على خصوصية الاتحاد، لكن العديد من الشخصيات المهمة في اللعبة طالبت بنشر التقرير. ما زلنا مع كرة القدم والإعلان عن شعار كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه تشيلي العام 2015. وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باتشيليت إن حكومتها ستفعل ما بوسعها لضمان توفير بنية أساسية مناسبة قبل انطلاق البطولة. وكانت تشيلي قد نظمت في وقت سابق 3 بطولات دولية، من بينها كأس العالم لعام 1962، لكن البطولة المقبلة ستكون الأكبر على الإطلاق حيث تضم 24 منتخبا. ونتحول إلى كرة المضرب. وصراع مع التهاب الزائدة الدودية يرافق المصنف الثاني الإسباني رافائيل نادال أثناء خوضه منافسة بطولة شنغهاي المفتوحة للتنس، حيث يواصل مشواره في البطولة بعد أن تلقى علاجا مؤقتا لالتهاب الزائدة. وفي نفس البطولة استمرت معاناة السويسري ستانسلاس فافرينك المصنف الرابع بخروجه مبكرا بعد خسارته في الدور الثاني أمام الفرنسي جيل سيمون بنتيجة 5-7 و7-5 و6-4. ونختتم جولتنا من عالم السرعة وأنباء عن استقرار حالة سائق الفورمولا 1 المصاب جول بيانكي، لكنها لا تزال حرجة بعد تعرضه لواحدة من أخطر الإصابات التي شهدها سباق الفورمولا 1 في تاريخه. وكان بيانكي أصيب خلال سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا، وأدت إصابته إلى إنهاء مبكر للسباق الذي فاز فيه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون. ودخل السائق الفرنسي يومه الرابع في العناية المركزة ويقوم بمتابعة إصابته الخطيرة جراحان للمخ والأعصاب، فيما وصلت أسرته وأصدقائه إلى اليابان للإطمئنان عليه. إذن لويس سواريز كان متواجدا بمباراة الأمس بظهور أول له منذ العقوبة الموقع عليه من قبل الفيفا والحادثة الشهيرة التي جرت بكأس العالم مع المدافع الإيطالي جورجيو كيليني. سجل هدفا بمساعدة المدافع السعودي حسن معاذ، لكن للأسف سواريز عاد ليفقد أعصابه وليثير الجدل من جديد بعد أن خرج اللاعبين في غرف بالممر المؤدي إلى غرف اللاعبين بعد المباراة. قام برمي زجاجة مياه وسكب زجاجة مياه على أحد إداريي الملعب السعوديين، وأيضا حاول حاول أن يستفز مدافع سعودي، لكن السعوديين ضبطوا أعصابهم وحافظوا على كرم الضيافة للنجم المثير للجدل سواريز. الأخضر السعودي انتزع تعادلا مستحقا وفرض تعادلا مريرا على نجوم السلستي في الدقيقة الأخيرة عبر رأسية البديل نايف هزازي. ومن الخليج نواصل الحديث عن الأبيض الإماراتي الذي تعادل مع الكنغر الأسترالي بدون أهداف، ليواصل أبناء مهدي علي المدرب المحلي القدير تألقهم في الآونة الأخيرة في خضم استعداداتهم لكأس الخليج المقبلة وكأس آسيا. الإمارات ذكرتنا بمونديال 90 والجيل الذهبي آنذاك، الحارس المخضرم محسن مصبح، المهاجم عدنان الطلياني، والصخرة الدفاعية عبد الرحمن محمد أبو عوف كما هو معروف. أيضا من المباريات الودية للخليج بالأمس كان الكويت قد فاز على الأردن في العاصمة الأردنية عمان بهدف نظيف، وسيتجدد اللقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. على الصعيد الأوروبي إيطاليا قلبت أو حققت فوزا صعبا بعد أن كانت متقدمة وعادلت ضيوف الأذربيجان. أنطونيو كونتي الفلسفة التكتيكية ب3-5-2 الرسم التكتيكي حافظ عليه منذ أن كان مع اليوفنتوس، لكن بأدوار جديدة لبونوتشي المدافع فاستفاد منهم بدور مزدوج ما بين الإسناد الهجومي والمدافع الأول في حال ارتدت الكرة باغت بها المنافس. أيضا هولندا حققت فوز أول لها بعد خسارتها في الجولة الماضية أمام التشيك المتألقة، والتي فازت في إسطنبول على تركيا ب2-1 مع مدربها الجديد بافيل فيربا. نهاية أخبار رياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة. أما الآن عودة للزملاء في استديو جولة الصباح فادي ولارا. شكرا يا معن. شكرا معن. يا هلا.
مشاهدينا عم نروح لموجز لاخر الاخبار من راديو اورينت، وبعدها بنرجع لنكمل فقرات جولتنا الصباحيه. خليكم معنا. راديو اورينت، الاخبار من راديو اورينت على راس الساعه، ونشرات تفصيليه متتاليه. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت. تنظيم الدولة يسيطر على المربع الأمني للأكراد في عين العرب، والأمم المتحدة تدعو تركيا للسماح للمتطوعين الأكراد بالدخول إلى المدينة. الأمم المتحدة تقول إن الآلاف سيذبحون إذ سقطت مدينة عين العرب كوباني بيد تنظيم الدولة. الولايات المتحدة تقول أن تركيا وافقت على تدريب وتأهيل المعارضة السورية المعتدلة. رئيس إقليمي كردستان العراق مسعود برزاني يرفض الاتهام بتقصير في دعم مدينة عين العرب كوباني. طيران التحالف الدولي شن غارات جوية بالقرب من معبر مرشد بنار على الحدود السورية التركية. قوات النظام ترتكب مجزرة في مدينة الحربري في درعا راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. نائب رئيس الائتلاف يحذر من وقوع مجازر بدرعا في حال عدم التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين. حريق في مستودع للمواد الغذائية في مدينة البابري في حلب إثر قصف لطيران النظام واشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة حنترات شمالي المدينة. الثوار يسيطرون على نقاط جديدة في القلمون بعد معارك مع ميليشيا حزب الله. الائتلاف يرحب بعزم الحكومة التركية منح السوريين بطاقات تسمح لهم بالعمل على أراضيها. وفي خبرنا الأخير، الحكومة اللبنانية تقول إنها لن تقبل بعد الآن بأي نزوح سوري جديد. نهاية الموجز، إلى اللقاء. مشاهدينا بنبقى مع فاصل صغير وبنرجع لنكمل فقرات جولة الصباح، خليكم معنا. على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات أحدثت ثقوبا في إعلام الثورة بسبب تعليقات متناقضة على خلفيات فكرية ومناطقية. التقرير التالي يسلط الضوء على أثر الفيسبوك والتعليقات المتضاربة في تشكيل الآراء المغلوطة. هل تأملت يوما تعليقاتك على منشورات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؟ أم خطر لك مرة ملاحظة أثر ما تكتبه في حائطك على الآخرين؟ سيكون الكثير من المنشورات قد حظيت بمئات التعليقات المتناقضة والمتناحرة على خلفيات فكرية ومناطقية، كما سيكون منها هي تعليقات أحدثت ثقوبا في إعلام الثورة. ظاهرة عامة من عدم تقدير المسؤولية ما بين السوريين في الفيسبوك، هذا خاصة في وسط النشطاء. ربما هناك عدم تقدير للمسؤوليات وعدم تقدير حتى للأولويات من في كلامهم. الكلمة الآن ثمنها دم، هذا ما لا يقدر الآن، وكثير من الكلمات ربما تنهار جبهات بسببها. بعض من يحاول أن يأتي بسبق صحفي قد تنهار عمليات وجبهات بسبب هذا السبق. لعل الذراع الإعلامي الجديد بات متاحا للجميع إذا ما علمت أن عالم الفيسبوك لا يملك بابا يمكن إغلاقه في وجه أفكار التفرقة والتمييز والشرذمة ما بين البشر. المشكلة الأكبر بالفيسبوك، بعالم الفيسبوك أو عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أنه عم تصير هالاختلافات بالرأي عم تؤدي لمزيد من أنه العالم عم تتفرق عن بعضه. العالم صارت تصير في حساسيات بينات بعضهم من وراء اختلاف الآراء.
الحل لمشكلة التمييز والحكم بناء على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي هو في أن يكون الحكم تراكمي، بمعنى أن ننظر إلى كل ما يكتبه هذا الشخص أو هذا الناشط على صفحته في قضية واحدة بشكل تراكمي ومتواصل. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأخذ منشورا واحدا ثم نبني عليه حكما عاما وشاملا عن هذا الشخص أو هذه القضية. يبدو أن البحث عن حلول تنقذ المجتمع السوري من براثن التفرقة والتقسيم سيحتاج وعيا عاليا لمنع تسرب ردود الأفعال غير المحسوبة بعد أن تحولت حسابات الفيسبوك لأفكار منطقية ومجنونة على حد سواء. صباح الخير مشاهدينا عن جديد، مكملين جولتنا الصباحية، وهلأ رح نكون مع فقرة جديدة اعتمدناها كل سبت، وهي رح نعلم الصبايا اللي تجوزوا جديد أو الشباب اللي راحوا غربتكم كيف بيعملوا أكلة. كل سبت مخصصنا هالفقرة ضمن الجولة الصباحية. طبعا فادي اليوم رح نروح بجولتنا مع زميلتنا هنا ونعرف كيف حضرت هالأكلة، خليكن معنا. مشاهدينا ضمن جولة الصباح رح يكون عندنا أسبوعيا فقرة بالمطبخ، هالفقرة رح نتعرف فيها على أهم الأكلات السورية. نجمة هالفقرة رح تكون الخالة أم فراس. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم اخترتي لنا اختيار موفق، اليوم رح نحكي عن أكلة شعبية مهمة كتير، وخاصة لكل البنات اللي يعني العرايس الجداد يمكن يستسهلوا يعملوها ببداية حياتهم الزوجية اللي هي المجدرة. بس قبل هيك حابين نتعرف عليك، حضرتك من الشام مش هيك؟ نعم حبيبتي، أنا من الميدا، من دمشق من الميدا. حابة اليوم نبدأ بطبخة سهلة كتير مشهورة نحن دمشق فيها كتير، وعلمها الصبايا يعني الصغار اللي بخافوا يدخلوا على المطبخ ومفكرين الطبخ كتير معقد، راح نعلمهم إياها بطريقة مبسطة إن شاء الله. خالي ام فراس، خلينا نبلش ونكمل دردشة يعني واحنا عم نطبخ ان شاء الله. اليوم انا بدي اطبخ. تكرم عيني. مناي والله الصبايا كلها تتعلم الطبخ. اكيد اكيد. عنا عدس اكيد مجدرة، يعني عدس. اليوم جهزت كمية لاربع اشخاص، كوب عدس، كوب ونص برغل، كيلو بصل تقريبا. بصلات كتار يمكن الناس تقول، بيقولوا كتير، بس المجدرة إذا ما انطبخت على أصولها ما رح تطلع طيبة. وفي بدنا بصل مقمر كمان على الوش. طبعا نحن بنحط نص الكمية بقلب المجدرة والنص بنقمره وبنحطه زينة على الوش، وبيعطي يعني طعمة كتير طيبة. أكيد الطعمة كتير طيبة والمقادير متوفرة يمكن عند الكل طبعا، وسهلة يعني. أنا كمان زيت زيتون، زيت زيتون وملح بالملح. ما بيلزمها أكثر من هيك المجدرة. هلأ إحنا بنعرف في بعض مناطق ببلاد الشام مثلا بيستخدموا الرز بدل البرغل، أو بيعملوا المجدرة مزبوط. عدس لحالها مزبوط. شو يعني إيش اللي أو شو اللي بيميز المجدرة الشامية؟ هي المجدرة الأصلية، المجدرة بتنعمل بالبرغل. الرز كتير بيدخل بأكلات يعني بأكلاتنا، بقى المجدرة بالذات أنا بحب أعملها بالبرغل، لأنه البرغل كتير مفيد ومغذي. وبما أنه ما كتير في طبخ بالبرغل، خليها المجدرة بالبرغل بيكون أفضل. شو رأيك نبلش نبدأ إن شاء الله؟ أو شو لازم نغسل العدس؟ هنغسل العدس هلأ ونحطه على النار إن شاء الله. أساعدك أنا، وبعدين نعمل البصل. مين افضل العدس ينتقع مثلا من قبل بفتره؟ لا لا، العدس ما بده نقع ولا البرغل بده نقع. ولا البرغل بده نقع، بس بنغسله مرتين او ثلاثه، المي فاتره، مي بارده، مي بارده عاديه. بعدين بنحط كميه اربع كاسات مي وبنحطهم على النار. يعني تقريبا ربع ساعه، ربع ساعة. ما بتحطي هلا الملح ولا شيء، بس لا لا. المي والعدس، بس المي والعدس بنسلقه. وهلا بنجهز البصل. نجهز البصل ان شاء الله. تفضلي.
أنا رح أقوم أساعدك، بس قبل بدك تعطيني طريقة إن الواحد إذا فرم بصل يعني مجموع مشكلة. طبعاً طريقة كتير بسيطة وسهلة. بتقشري البصل وتنقعي بالمي شوي. أوكي. وبعدين بتقطعي. قديه بنقعه؟ يعني خمس دقايق. خمس دقايق. ومنهم بنغسل البصل كمان. بنغسل البصل. هلا نقعنا البصل خمس دقايق، بهالاثناء بدك بدي جهز الزيت مشان نقلي البصل نقطعه ونقلي ان شاء الله. قلي غميق كمان البصل ولا يعني بشويه زيت؟ لا لا ما بده زيت كثير، حتى الزيت اللي بنقلي فيه البصل بنحطه للمجدره. تمام ان شاء الله. فبنحضر القلايه. والله اللي لها فضل علي هي مرت عمي، بما اني تجوزت وسكنت معها بالبيت هي اللي علمتني الطبخ، وانا الحمد لله يعني كان عندي استعداد، يعني عندي قبول، بحب اني اكون شاطره ساعد اشتغل، والحمد لله تعلمت الطبخ. هلا نكمل حكي بس انا بدي اساعدك كمان. كل شغلي بفضل السكين الصغيرة عن السكين الكبيرة. بيطلع متقن أكتر ولا أسرع؟ أريح بالشغل، والسكاكين الصغيرة يعني ما بتلبك كتير. مزبوط. خصوصا الستات. تقريبا لأربع أشخاص لكوب العدس بدنا كيلو بصل. كيلو بصل تقريبا. حط كمان عليه ايش، الفلفل الاسود ولا ممكن القرن الفلفل الحد؟ ايوه قرن الفلفل الحد. اذا بدك عم بكي ما زبطت الخطوه، ما زبطت الطريقه. هي مع البصل ولا كيف؟ لا الفلفل الحد بياكلوا جنبه، اما مع لا لا ما بينحط للمجدره ابدا فلفل، لازم الطعم المخلل. ايه كمان كثير طيبه جنب المجدره. اشوف العدس انا هذا بالشام، تزوجت بالشام. خالي في راس، احكي لنا عن عيلتك الله يخليهم. الله يخلي لك، عندي اربع شباب وبنت ما شاء الله وحيده. وبنتك علمتيها طبيخ كمان وهي صغيره ولا؟ والله بصراحه انا لا لا بحب انا اعلم البنت. يعني عندها المام بشغل البيت كله الحمد لله رب العالمين. بس الطبخ بالذات البنت ما بتتعلم الطبخ الا لتتجوز. بس عند بنتي عندها فكره الحمد لله، يعني بتشوفني كيف بتطبخ بتتحمل المسؤوليه، واحيانا تطبخ كانت احيانا، بس يعني بتعرفي بسبب الدراسه عم تدرس تساعدني بشغلات ثانيه غير الطبخ. يعني الشباب لهم مراء كمان؟ الشباب لهم مراء بالاكل الله يسلمهم يا رب. يا رب. امين امين. الحمد لله رب العالمين. هلا يمكن كثير صعب تتذكري، بس متذكري اول اكله تعلمتيها؟ والله بصراحة انك ماني متذكري اول اكلة تعلمتها. طب بس تعلمتي اتقنتيها؟ الكبة. كبة معناها كثير صعبة. رح نعملها احنا اكيد لمشاهدين اورينت ان شاء الله. بس بتحبي تعمليها؟ كثير الحمد لله رب العالمين. يعني كبتي الحمد لله مميزة ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هلا الزيت عم بيسخن. نعم. واحنا بدنا نقلي البصل. نعم. هلا بعد ما خلصنا تقطيع البصل بدنا نحطه بالزيت لحتى نقليه. طبعا بنقليه ليستوي البصل، بنقيم نص الكميه وبنخلي النص الباقي لحتى يتحمص يتأمر مشان نحطه على الوش. وحكيت لنا الزيت ما في داعي يكون كثير سخن. لا 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 ما في داعي. قبل بفتره قصيره. وبهالاثناء هي العدس عم بيستوي عم يستوي العدس. استغربتوا بكمية البصل.
هلا هذا البصل بيذوب. بيذوب طبعا. طبعا تحبي اساعدك انا اقلب البصل؟ يا ريت حبيبتي تقلبي البصل انت. تحضريه يحضر البرغل. اغسل البرغل يحضره. هلا خالة ام فراس لازم كل الوقت نضلنا نقلب، يعني ما بصير اتركه شوي اعمل شغله ثانيه؟ لا بصير تتركيه شوي. وطريقه التقليب عاديه سريعه؟ عادي. لا 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 عادي. مش افضل يكون مثلا طنجره اكبر شوي او اكبر هاي شوي؟ هاي الكميه لهاي المقله. لهاي المقله اوكي. بتكبري الكميه اكثر بتحطي بدنا طنجره مقلايه اكبر. مقلايه اكبر. هلا بدنا نشقع العدس نشوفه استوى. كيف تعرفي انه استوى؟ من من دوقه شوف الحبه استوت ولا لا. لازم يكون مستوي تماما ولا لسه في مجال يستوي مع البرغل؟ لا ما لازم يفرط كثير. ما لازم يفرط عشان يستوي لسه مع البرغل. كيف منيح الاستواء ولا بده شوي صغيره؟ شوي صغيره بس. هلا حبيبتي لبين ما تستوي المجدره ان شاء الله بنكسب وقت ونجهز السلطه. بس انت اصريتي تفرمي الخيار. هلا انا بحب بدي اعمل السلطه بلبن وخيار. لازم تكون صغيره. الاغلب لا الاغلب الناس ببشر بيبشروا. بس انا بلاقي الخيار هو عم يقرط اطيب. اطيب بالسلطه. اطيب. انا برغب التقطير. بس هو لازم يكون صغير لسلطه. نعم لازم يكون نعم. اتكفل بدق الثوم بس انت مع الدق ولا التقطيع؟ لا سلطه بلبن وخيار مع الدق. مع الدق. سلطه خضره ممكن تقطيع. ولازم نحط ملح دائما قبل ما ندق الثوم. طبعا. مشاهدينا يعني اكثر مهمه صعوبه هي نضلنا نقلب بالبصل. بس اذا بدنا ناكل مجدره طيبه لازم نضلنا واقفين جنب الغاز. هو الطبخ يعني بشكل عام يعني في كثير ستات او صبايا باول غاز مشان يخلصوا بسرعه وهذا غلط كبير. طبعا يعني طبعا الطبخ كل ما كان بهداوه بيطلع اطيب. طبخ فن بيقولوا مش هيك؟ طبعا. هلا البصل صار جاهز. هلا بناخذ الزيت بنضيفه للمجدره. هلا المجدره صارت جاهزه. وقت منحط الزيت بالمجدرة تصير طرية. طبعا. هلأ
تسلموا ام فراس. شكرا. هدي شكرا. بدي ذوقيها مع البصل المقمر. بتشهي طيبه كثير. تسلموا هالايدين. مشاهدينا لاقونا بالاسبوع الجاي وطبخه طيبه اكيد من ايدين ام فراس. يعني بالفعل اكله على فكره كثير طيبه طبعا وسهله. انا ما قلت لك سر. هو انه انا رحت واكلت من الاكله. والله يعني انا الوحيده اللي ما اكلت من الاكله. توجه بالشكر بالفعل لام فراس اللي عادتنا المجدره، وان شاء الله رح نكون معها بفقرات ثانيه وطبخات طبعاً جديده. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مكولين معكم جوله الصباح. اهلا بكم مشاهدينا في الاخبار الاقتصاديه نبداها. قالت شركة مابل كروفت لتحليل المخاطر إن سوريا تعتبر الأكثر خطراً على الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بين الدول التي تشهد اضطرابات وصراعات في العالم. وأشارت كبيرة محللاً في الشركة شارلوت إنغهام إلى أن هذا التحليل من شأنه أن يساعد في وضع خطط اقتصادية تساعد على مواجهة المخاطر على أعمال الشركات في الدول التي تشهد صراعات عنيفة. وصفت نائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون العام 2014 بأنه حرج اقتصادياً لمنطقة الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً. وأشارت أندرسون إلى أن معدل النمو الاقتصادي في سوريا بلغ صفر، وهو ما أثر سلباً على حياة الشعب السوري والدول المجاورة، كما أثر على أسعار الطاقة العالمية. تأتي تصريحات أندرسون عقب فترة قصيرة من صدور تقرير منظمة الأيسكوا الذي اعتبر العام الحالي هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد السوري، متوقعا أن تصل نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 90%. أكدت إحصاءات صادرة عن مؤسسة التجارة الخارجية في دمشق والتابعة للنظام أن سوريا تعاني من عجز كبير في ميزانها التجاري. وبيّنت الإحصائيات أن الصادرات السورية لا تغطي سوى ما نسبته 10% من قيمة المستوردات، والتي بلغت قيمتها 548 مليار ليرة، معظمها إيرانية المنشأ. يشار إلى أن الناتج الإجمالي السوري شهد تراجعاً بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق صندوق النقد الدلفوما، تجاوز معدل البطالة 50%. واصلت الليرة السورية انخفاضها أمام الدولار في تداولات السوق، في تراجع التوقعات في أن تسهم إجراءات البنك المركزي بتحسين وضعها، بالتزامن مع تزايد احتمالات أن تسجل انخفاضا جديدا في الفترة المقبلة. نترككم مع آخر أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. مشاهدينا ايضا مكملين معكم جولتنا، وهلا رح نستضيف موهبه في الانشاد كتيبه. صباح الخير. صباح كيف حالك اليوم؟ صباح النور. يعني حصصنا نحن كل سبت كمان يكون معنا موهبه، اليوم انت موهبه في الانشاد كتيبه، كيف حالك؟ الحمد لله. انت كنت طالع من العيد، شو عملت بالعيد؟ عطله العيد الاسبوع الماضي؟ طلعت انا ورفقاتي يعني. عطلات يعني؟ شوي بس، يعني مو مثل العيد بسوريا. كيف العيد بسوريا؟ بسوريا احلى، بنروح نزور عماتي وخالاتي. هون ما طلعت. يلا صار عندك رفقات جدد ما هيك؟ تماما. حسيت انه العيد اختلف عليك؟ ايه طبعا كثير. كثير صح؟
طيب انت بموهبتك بالانشاد شو راح تسمعنا اليوم؟ تغربنا غصبا عنا. تغربنا غصبا عنا، هات لنشوف يلا. تغربنا غصبا عنا والدمع بالعين طلعنا والليل بيشهد عوجانا وحبك يا سوريا معنا والليل بيشهد عوجانا وحبك يا سوريا معنا شوف أدنى لحنانك أمي والدعوة الحلوة والضمة وفنجان القهوة والبسمة لهموم الدنيا تنسينا وبي بيحكي لي لبلادك بتقدم روحك ولادك ولو باري ادوس بعتابك بتموت ولا يحكم فينا واشتقنا لسنين السعد وحنان العمه والجد والفله وزرار الورد الورد المزروعة بضيعتنا اشتقنا لعيون النبع واللمة الحلوة كل جمعة والعيلة كلها مجتمعة والفرحة بترقص بعينينا ما نسينا ملعبنا الرملي والسهرة مع الصحبة وخلي والشاطي والعاصي يلي أحجار كتابنا سمينا والبحر بأرض ديارك وصبية طرس شارك والبحر بأرض ديارك وصبية طارت شالك والشب يغني موالك والمطرة تسج نينتنا يا سوريا لا تنسينا والله فراقك كاوينا يا سوريا لا تنسينا والله فراقك كاوينا بكره أحرار تلاقينا ونضم ترابك بإيدينا نحن بالروح نفديكي ونحفر قبر اللي باكيكي نحن بالروح نفديكي ونحفر قبر اللي باكيكي الله بيرعاكي ويحميكي تبقي الوطن الساكن فينا تبقي الوطن الساكن فينا ما شاء الله يا كتيبة الله الله والله اشتقنا وانا رح صفق لك من عندي وانا كمان برافو عليك يعني ما شاء الله عليك صوت أخاذ ما شاء الله وإلك مستقبل إن شاء الله هيك بتلمع في سماء العرب يعني كتيبة مين علمك الإنشاد وإمتى اكتشفت حالك ومين ألف لك الأغنية هاي بالذات ولا هي موجودة؟ لا هي موجودة مش هلال السعيد تفضل أي صف أنت يا أنا صف تاسع تاسع في عندك موهبة تانية غير الإنشاد ولا بس أنت إنشاد تحب أنك تنشد؟ يا قرآن بقى ما شاء الله اخذ الصوت كمان من التجويد فطالع طبعاً. يعني لحن رائع معه تجويد ممتاز يعني متسجل بمركز من اول ما اجيت صار يوم سنتين طيب كتيبة مين شجعك على هاي الموهبه ولا انت اكتشفتها ولا في حدا انا وصغير كنت افتح التلفزيون منشدين ابو الجود وابو شاعر وكنت دندن معهم بعدين مره كنت عم انشد معهم واهلي كانوا موجودين ايه واكتشفوا انه عندي صوت حلو وبعدين
أبي أخذني على مسجد سجلني فرقة إنشاد وكملت معهم وهون تابعت يعني. وأنا هلأ تابع لفرقة بأيدينا. حلو الإنشاد. كمان في فرقة يعني في وفي يعني إنشاد قرآن تمثيل هاي بأيدينا هون الفرقة. هلأ بينك وبين رفقاتك بتقعد بتنشد لرفقاتك؟ أحياناً إيه. أحياناً إيه. طيب تسمعنا كمان شيء يصير هيك من عندك على ذوقك؟ حبينا صوتك لأنه صار بدنا نسمع. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدين فوق الأسنة والزلازل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق عتلى حتما سيزهق كل باطل. ما شاء الله عنك. طيب كنت بدي اسالك يعني اليوم انت عم تفكر تعمل شيء لحالك اغنيه او انشاد خاص فيك؟ يعني انه انا اخترع. تكتب؟ عم تكتب ولا لا؟ لا والله لسه لسه. يلا عبال ما يكون لك شيء خاص. وبدي اشكرك يا كتيبة حضورك معنا وانت ان شاء الله موهبه واعده. مشاهدينا بدنا نروح هلا لفقره التواصل. نبدأ فقرة التواصل لها اليوم من اخبار التكنولوجيا. روبوت ياباني يهزم البشر في لعبه كره الطاوله. HTC التايوانية تعلن عن كاميرا جديدة لهواتف أندرويد وآيفون وأخبار أخرى في التقرير التالي. الروبوت الذي يلعب تنس الطاولة مع الإنسان هو أحد العروض الجذابة في معرض ستيك للإلكترونيات في اليابان، ويقوم بمراقبة حركات خصمه الإنسان الذي يلعب معه، وكذلك يقوم بملاحظة موقع كرة المضرب من خلال لواقطه وحساسته الإلكترونية. ويتمتع الروبوت بقدرة فائقة على صد الكرات المألوفة الاعتيادية، ولا يمكن للاعبين ذوي المستوى المتوسط هزيمته. This is Phil with Android Central and this is the new HTC ReCamera. كشفت شركة STC التايوانية خلال حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك الأمريكية عن كاميرا جديدة متوافقة مع هواتف أندرويد وآيفون، وقالت إنها تحمل اسم ري كاميرا وأنها تهدف لمساعدة المستخدم في التقاط الصور بسهولة في أي لحظة. وتم تصميم الكاميرا بحيث يسهل الإمساك بها بيد واحدة بفضل تصميمها ووزنها الخفيف. وقالت الشركة إن هذا التصميم يتيح للمستخدم التصوير في الوقت نفسه الذي يستطيع فيه التركيز على الحدث الذي يشاهده، خاصة عند تصوير الأحداث الرياضية.
قدمت جوجل مؤخرا احدث جولاتها الافتراضية لاهم المعالم حول العالم باستكشافها لصحراء ليو في الامارات العربية المتحدة عبر تقنية ستريت فيو. واضطرت جوجل لاستخدام احد الجمال بتركيب الكاميرات على ظهره لالتقاط صور للصحراء ضمن امارة ابوظبي. واستعرضت الجولة الافتراضية اهم معالم الصحراء وابرزها الكثبان الرملية التي يتراوح ارتفاعها بين 25 و40 مترا إلى جانب البحيرة وهي الأكبر في شبه الجزيرة العربية. مشاهدينا في تقرير المنوعات، قطار سريع يصدم عربات على السكة، وطائرة تلوح بجناحيها لتودع المطار، فلنتابع. انتشر فيديو التقط أمام حاجز على سكة حديد أثناء عبور قطار يظهر فيه القطار وهو يواصل سيره ليصدم عربات على السكة. كان الحدث مرعبا وقد التقطته كاميرا من سيارة كانت تقف على بعد أمتار من الحاجز، وأثار الحادث الرعب لدى من كان في السيارة لا سيما السيدة التي كانت تصور المشهد من المقعد الخلفي، وراحت تتساءل عن مصير سائق القطار وإمكانية نجاته من هذا الحادث. رصدت كاميرا لحظة غير عادية لإقلاع طائرة، إذ تظهر الطائرة في الفيديو وهي تبطئ الإقلاع ولكن ليس لخلل ما، بل لتبدو وكأنها تودع المطار بحركة خطفت أنفاس من شاهد هذا الفيديو. فقد ظهرت الطائرة وكأنها تتأرجح على جانبيها بحركة لم تتجاوز 3 ثوان، وكأنها تتأرجح على جانبيها ظهرت فيها وكأنها طائر عملاق يلوح بجناحيه، ما أثار ردود فعل من كان في المطار تراوحت بين الإعجاب والدهشة. بالفعل يعني موضوع الطيارة فظيع، يعني تخيل حالك بهي الطيارة وما عم تقدر تقلع، صار في حركة إبطاء. لا الحمد لله، أنا ما بدي أتخيل، أنا كتير بخاف يعني من الطائرات، مو كمان إذا كانت يلا إن شاء الله ما بتشوفي هيك مشهد وبترتعبي. مشاهدينا للتواصل معنا واقتراحاتكم وأفكاركم راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك @جولة الصباح أو على الإيميل صباح@orient-tv. وبنختم فقرات جولتنا الصباحية لليوم بأغنية دمشق لأصالة نصري، نلقاكم بألف خير، إلى اللقاء.